أهلا بحضراتكم، متابعتنا مستمرة للانتخابات الرئاسية 2024 العاشر من ديسمبر من عام 2023، يوم مشهود في تاريخ مصر، أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، يوم يقول المصريون كلمتهم أمام صناديق الاقتراع في هذا الاستحقاق الذي يتابعه العالم. صورة مبهرة بجميع ما تحمله الكلمة من تفاصيل، بداية من طوابير الناخبين التي لا تخطئها عين أمام اللجان بجميع المحافظات. اللجان نفسها كانت في أبهى حلة حيث يزينها جميعاً علم مصر. أما داخل اللجان فكان النظام الذي حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون حاضراً من خلال تنظيم الكشوف وتحديد اللجان وتوفير كل الإمكانيات التي تسهل وتيسر على جميع المواطنين شباباً ورجالاً ونساءً وشيوخاً. ونحن من خلالنا نحاول أن ننقل الصورة كما هي بكل احترافية ومهنية وموضوعية، لأنها صورة مصر وهؤلاء هم المصريون.